अलविदा माह रमज़ान की दुआ आप रात पढ़ें, बहुत लंबी तुलानी दुआ नहीं है, मैं पाता हूँ, आप रात दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिर अल-अहद मिन सियामी लशहर रमजान व अऊज़ु बिका अन यत्तलअ फजरु हाज़िहि लैलते इल्ला वक़द गफरता अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिर अल-अहद मिन सियामिना इय्याहु फ़इन जअलतहु फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमन अल्लाहुम्मा सल अला मुहम्मद व आलिहि। मोमिन कराम सलाम अलैकुम। لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم थोड़ा सा इसको पीछे करिए जरा सा बस الحمد لله الذي كلام دل الله الذي كان موجودا قبل ذل الجاب قبالا بنا الى جاب دبر دبل ولت والقدم والمقل شين ما دابل فناي ولتم كما قال ذا شانو كل شين هالكون الا وجه كل نفس ذائقة الموت فقال كل من علي ما يبقى وجرب كذل جلال ولكرام سبحان الله يقبل اقتلاف النيات ولا يعزو عنه ما سلبات في الخلوات سبحان الله الذي من خلقه العباد وإليه المات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الذي لا ينازعه في ملكه ولا يزعد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرمى من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيئين عدل وعفو وتبذل ونشهد أن محمدا إن المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وذات المدينة من ركب سفينتهم نجا واتدا ومن تقلب عن هذا الله فغرق وأوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه معول ودين ورد الأسقام ومدرسكم الموت قبل ولوله وذات الأمل الصالح قبل نزوله فإنه واردنا وآدمنا باقع نازل وإن تفر منه وكنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا على الفناء وكل مدد في الانتهاء وجباك عباد القبلة وإنما نحن كرك بنقوب من أبناء السبيل سيضرب عليهم تبل الرحيل ويردالون أما قليل وما أقبال المتاع القرود تلك الرغدة ونحن في دار البلاء معبود بالغدر معروف لا يدوم أعمال على أسلم ونزال ولي شبيه مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تذكرون إخوانكم قد جلبوا في بطون البرزخين سبيل ومقتد الشعر ومية أخوان ممدا طويلا جيران لا تنسون أبا لا تزاورون وغربتا من بيتي وعدتنا منزل وعدتنا وعدت أبرتنا وفرد غربتنا ومصيبته ما أشرت الباب السفراء واللزات وانفزاد أسلمنا لهباه إلى الملائكة الغلاظ الشداد وعزنا إذا انقطع ذكرنا للخواتر لهباء والأقرباء قلت الديدان ومحاسننا فتسرمت الأعداء فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء ولا استغفر النار الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء
ان احسن الحديث ابلغ المائده كتاب الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على الانسان الذي خلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا جناح الا بالله العظيم الرحمن الرحيم اللهم لا اله الا انت لا اله الا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة والغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته وغدره وتتلى يديه بالرحمه سبحان الله سبحان من لم يكلف نفسا الا دون عذاب عن السيئات لم يجتاز بها سبحان من لا يزداد ولا المعادي لعباد الا كرما وجودا ولا كثره الذنوب الا عفوا وصفا ونشهد ان لا اله الا هو العتوب ولا العباد بجوده ولا عباد ولا المسلمين بعلمين ونشهد ان محمدا نبيه وبيبه ونزل المرسلين وشفيع المذنبين وبعثه رحمه للعالمين وصلى الله عليه وعلى الداعين الى سبيل الله بالحكمه المعيده الاذنه قاده الامم اولياء النعم مادن الرحمه أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم ولنعمتين إلى الأوزار التي أثقل ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن القصير فقال الله تعالى قال الله اكتبوا لله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم على قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه حبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا ليس فيه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين نبينا ونبينا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وحضرة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى حسن المصطفى والحسين الشهيد بكربلاء علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد والحسن بن علي عليه السلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا سار البدع والطغيان هدمية بأبنية الشرك والنفاق حد البروء البغي والشقاق صلوات الله السلام عليه وعلى آله الكرام مدد يا علي والأيام اللهم عجل فرجه سلم فرجه كل ناظر ناظم نظرة منا إليه واجعلنا من المستجدين بين يديه وتفضل على امرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات والجهاد الاغوار قلوب الدرجات اللهم افعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن وعلى بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين اللهم اجعلنا ممن يجد ذكر وتنفذ ذكرى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان الله ربي وعظم ولا اله الا الله قوة الله بالله العلي العظيم وسلم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين عليه حجة الله اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين عليه حجة الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل يا على خير العمل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلق بهم هو العزيز الحكيم. ذلك والله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين عملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يعمل الأسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلا يتمنون أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فادعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوموا وقعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله وعد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله شن والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل Thank you.
लिखा करो, एक आदमी बिठाला करो, वो नाम लिया करे थे। आप अगले जुम्मे हिंदी में लिखवाइएगा, आप पढ़ दिया कीजिए। आप रात से कुछ लोग मरीज हैं, अलविदा जुमा है, आखिरी रमजान है, उनके लिए नमाज के बाद दुआ करें। सैयद जवाद एबाज साहब मुफ्ती मोहल्ला, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ। मोहम्मद घड़ी वाले बहुत बीमार हैं, और इसी तरीके से कैसर हुसैन साहब मखदूम शाह अढ़न की सेहत ख़राब है, जो बराबर जुमे में आते थे, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। सब लोगों को कासिम अब्बास इब्न असद अब्बास मुफ्ती मोहल्ला अलील हैं, डॉक्टर मौलाना सैयद कलवे सादिक साहब कबला, खुदा उन्हें तूले उम्र दे, वो जो है उनकी सेहत के लिए आप ज़रा दुआ करें। और जो मोमिनीन शहर हैं और मोमिनीन के अलावा जो भी मखलूक खुदा और इंसान बीमार मरीज़ हैं, सबके लिए दुआ आपकी इंशाल्लाह होना चाहिए। उमूमी दुआ कि सबको अल्लाह सेहत और सलामती दे, खुदावंद आलम अपनी मखलूक पर रहम करे। Mm-hmm.
مومنین سے درخواست ہے کہ جو لوگ ایصال ثواب کے لیے پیسہ دیے ہیں مسجد میں, بہت طولانی فہرست ہے اس لیے کہ سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں فردن فردن, اور جمعین جو ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر یہ مرحومین جنہوں نے یہاں مسجد میں تعاون کیا ان کے ورثہ نے ان کے اسال کے لیے, آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو اسال کریں. صلی اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز عصر کے لیے آپ حضرات آمادہ ہو جائیں, چونکہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دھوپ بہت تیز ہے, اس لیے سبحان اللہ ربی وادو اللہ ولا قوت اللہ باللہ العظیم وعظم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم, الله اكبر الله اكبر, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين علينا حجة الله, اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين علينا حجة الله. حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, حي على الفلاح, حي على خير العمل, حي على خير العمل, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب, استغفر الله ربي وأتوب, استغفر الله ربي وأتوب, الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, بسم الله الرحمن الرحيم, الله أكبر, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده, سمع الله لمن حمده, الله أكبر, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده, الله أكبر, استغفر الله ربي وأتوب إليه, الله أكبر, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده, الله أكبر, ادعوا لله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم,
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام تقبل شفاعته ورفع. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. أعوذ بالله الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده. يا لطيف رحمتك الضيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
تقریر ہے نا.